إذا نحن الآن في مدينة سرمدة على الحدود السورية التركية مع فجر اليوم الاثنين. هذه هي النتائج الأولية للزلزال الذي ضرب المنطقة، منطقة الحدود السورية التركية وتركيا وعموم الشمال السوري. انهيار مباني عديدة في الشمال السوري نتيجة هذا الزلزال الذي يعني كان قويا جدا هنا في هذه المنطقة، ما تسبب بسقوط أكثر من 10 مباني سكنية هنا في هذه المنطقة كما نشاهد في مدينة سرمدة. عدة مباني سكنية مؤلفة من عدة طوابق سقطت، وحتى الآن تحاول فرق الدفاع المدني في الجانب الآخر انتشال الضحايا من تحت الأنقاض، وهناك عالقون أيضا تحت الأنقاض نتيجة هذا الزلزال. في الجهة الأخرى أيضا هذا الحي تقريبا في مدينة سرمدة بشكل يعني 80% هناك أضرار في هذا الحي السكني الجنوبي في مدينة سرمدة، انهيار لعدة مباني سكنية هنا في مدينة سرمدة. هناك عالقون تحت الأنقاض، منذ قليل كنت أسمع صوت أحد الأسر، أحد الأهالي يعني يستنجد فرقة الدفاع المدني، لكن فرقة الدفاع المدني هنا في الجانب الآخر أيضا هناك عالقون تحت الأنقاض. هناك نقص كبير يعني في الإمدادات اليوم للدفاع المدني وغيرها، بسبب أن حجم المأساة أو حجم الكارثة كبيرة جدا في منطقة الشمال السوري، وبالتالي الأهالي الدفاع المدني كل الأهالي هنا وكل من يستطيع يقوم بالمساعدة. الأهالي منذ الساعات يعني منذ تقريبا حوالي الساعة 4:30 وحتى الآن هي في الشوارع تحت الأمطار خوفا من الهزات الارتدادية التي تنجم عن هذا الزلزال. طبعا سنكون معكم تباعا لرصد الأضرار التي تحدث هنا في المنطقة.